الموانئ العمانية ولله الحمد ترتبط مع 86 ميناء في أكثر من 40 دولة حول العالم بواقع 200 رحلة أسبوعية. إذا بندخل على تفاصيل معينة وبسيطة على هذه الرحلات، هناك 29 رحلة للموانئ الصينية، كذلك 14 رحلة للولايات المتحدة الأمريكية و11 رحلة إلى الهند، علاوة على وجود رحلات أخرى إلى أوروبا وموانئ الخليج والموانئ الإقليمية بالمنطقة. نعم، يعني هذا العدد كبير اللي تفضلت وذكرت أستاذ بدر يعزز موضوع التصدير والاستيراد المباشر من مختلف دول العالم، شو نقول أيضا في هذا الأمر؟ أكيد طبعا، نحن في أسياد نسخر كافة إمكانيات موانئ السلطنة من خلال رفع مستوى تنافسي، كل ذلك ينصب طبعا في تسهيل نقل مختلف السلع والبضائع اللي تأتينا من بلد المنشأ، كذلك نوفر حلول شحن بحري وحلول في النقل البري، توفير خدمات تخزين، وهذا كله تعاون مع القطاع الخاص، إضافة إن هناك في تعاون مباشر مع الجهات المعنية في الدولة لتسهيل بيئة الأعمال وتذليل إجراءات متعلقة بالتخليص والتفتيش الجمركي. طبعا النية من كل هذه العملية وكل هذا الجهود رفع تنافسية موانئنا، رفع مستوانا في ارتباط المباشر مع موانئ العالم، بغية طبعا الاستيراد المباشر وتمكينه للتجارة العمانية. نعم، لما نتكلم ربما أستاذ بدر عن يعني تاريخ بحري، فإحنا نتكلم عن تاريخ يمتد لقرون، يشهد أكيد له العالم، يشهد لعمان بهذا الأمر. اليوم لما نتكلم أيضا عن الاستيراد المباشر، يعني لو نبسط المسألة للمستمعين، لما يكون عندي استيراد مباشر، إيش يفرق عنه لما أني أنا مثلا أستخدم طريقة أخرى الاستيراد غير المباشر؟ يعني وين القيمة المضافة في هذا الأمر؟ بالفعل هلا أعطي فكرة شوية أوضح وأكبر. فائدة الاستيراد المباشر هي أحد أساسات إنعاش الاقتصاد المحلي. جميل. وممكنة لصناعات جديدة في السوق المحلي، علاوة على أن الصناعات القائمة أيضا تستفيد من وراء هذا التوجه، توفير طبعا الوظائف بشكل عام. استيرادنا المباشر دائما إحنا نقول يعني، وهذا مربوط بمعادلة تجارية طبعا، يمكنك من التحكم بالمدة وسرعة توفر السلعة في السوق. الحكومة تعمل على هذا التوجه، وأيضا تمكن هذا التوجه من خلال تشريعات وضوابط وضعتها، تمكين استيراد سلع غذائية طبعا محققة للأمن الغذائي، وجعل السلطنة مركز لوجستي عالمي. جانب آخر، التجار طبعا يقلص اللي هي المدة الزمنية في استلامهم الشحنات. التجارب الحالية أثبتت إن هناك تقليص في مدة استلام طبعا الشحنات إلى 50% إلى نصف المدة، علاوة على إن طبعا أنظمة التخليص الجمركي ساعدت أيضا في إن تكون هذه العملية ناجحة. ساهمت في تخليص تقريبا 90% من البضائع خلال الساعة الأولى من وصول الشحنات إلى الميناء. صحيح. كذلك يتم تخليص 20% من هذه البضائع قبل أن تصل إلى الموانئ السلطنة، بالتالي التاجر أصبح غير محتاج إذا كان هنالك طبعا هي حاجة للتخزين لفترات أطول. فهنا القيمة اللي بيدفعها التخزين لفترات إضافية أصبحت طبعا أحد الحوافز. من هذه العملية يعني وصولنا للأسواق العالمية أستاذ بدر، وفرض أيضا يعني وجودنا بقوة من خلال يعني كل هذه الانسيابية في العمل من خلال الجودة، يعني هذه أتوقع مسألة كانت ربما أولوية عند أسياد من البداية. بالفعل هذه كانت أحد أولويات اللي نعمل فيها في أسياد، دائما نحط نصب عيوننا أن تمكين البنية الأساسية اللوجستية عشان أن نرفع مستوى التنافسية عالميا. نعم جميل. طيب أنا ودي أسألك أيضا عن موضوع متعلق بغير هذه النقاط اللي ذكرتها، أنتوا أيضا أوليتوا عناية لرجال الأعمال وكل المشتغلين في هذا الجانب من خلال تخصيص خط ساخن، صحيح؟ بالفعل، لما نتكلم عن الاستيراد المباشر، المحرك الأساسي في الاستيراد المباشر دائما التجار والمستوردين. طبعا هذه الشريحة غرفة تجارة صناعة عمان هي الممثل لهم، فبذلك دشلنا خط ساخن مع غرفة تجارة وصناعة عمان للرد على جميع طلبات واستفسارات التجار والراغبين في الاستيراد، والحمد لله يعني نلمس تجاوب كبير، كثير من التجار بدأوا الإعلان عن طلباتهم، ولاحظنا الأيام الماضية عن تزايد في بعض الأحجام المناولة في الموانئ. نعم جميل. طيب الآن يعني حديث عن هذا الأمر يقودني ربما حديث متعلق بكورونا أستاذ بدر، وإحنا مش بعيدين عنه الآن، كل العالم يتأثر فيه. أنت ذكرت لي 200 رحلة أسبوعية ترتبط بأكثر من 86 ميناء تجاري في أكثر من 40 دولة، والآن التأثر حركة الاستيراد المباشر أيضا حركة الموانئ، كيف تبدو أستاذ بدر في هذه الفترة تحديدا؟ ولله الحمد حركة الموانئ في السلطنة مستمرة تعمل بشكلها الطبيعي،
وجميع الجهات المعنية في مواقعها مؤدي عملها على مدار الساعة. طبعا هناك بعض الاحترازات الوقائية تقوم بها إدارة الموانئ على نظام دخول وخروج السفن وطريقة صف السفن بحيث أن أطقم السفن لا تلطوا مع بعض، وتكثيف في توعية أطقم السفن عن التدابير الوقائية، وأيضا إبلاغ ميناء في حالة الشكوك في ظهور أحد الحالات أو غيره. نعم، لكن يعني حركة الاستيراد المباشرة والبضائع، وإحنا نطمن الناس مرة أخرى وأيضا رجال الأعمال أنه المسألة مستمرة وبشكلها الطبيعي، ما تأثرت يعني بأي شكل من الأشكال بتفشي كورونا، ولكن هناك إجراءات احترازية تم الأخذ فيها. بالفعل فعلا هو في اجتماعات دورية مع التجار، وطبعا لمسنا الموانئ تقريبا جميعا، فقط هي مسألة احترازات ليست تقريبا الجميع الموانئ حول العالم باشرت عملياتها، يمكن مع في بعض من الدول لكن أغلب الدول اللي هي تجارنا أيضا يستوردوا من هذا بلد المنشأ، ولله الحمد الوضع عندهم مستقر، توجد بعض الاحترازات الوقائية، وطبعا هذه قيادات دول لا يمكن أن احنا نتدخل فيها، ولكن الوضع جيد، لقاءنا مستمر مع التجار، أيضا وصلنا لمرحلة إيجاد بدائل أسواق أخرى للسلع. جميل، يعني ماخذين كل الاحتياطات بعين الاعتبار، وانتم مستعدين مثل ما تفضلت استاذ بدر انكم تلبوا كل الاحتياجات فيما يتعلق طبعا شحن السلع البضائع، خاصه احنا نتكلم عن المواد الغذائيه الخضروات والفواكه، وربما الكل يعني كان شايف هذا الامر. نعم، هي مع وجود هذه الخطوط الا ان هنالك مرونه للتوجه لاي سوق ما كانت هناك الحاجه لجلب اي سلعه. نعم. في الوضع الراهن. طيب في الحالي يعني أيضا الموانئ التجارية في الصين وفي الولايات المتحدة ما تأثرت بالأوضاع اللي صارت هناك بشكل أو بآخر؟ مثل ما ذكرت لك، تأثر الموانئ عالميا الحين فقط من جانب احترازي ووقائي. طبعا جميع الدول اتخذت احترازاتها، الموانئ هي أحد بوابات الدول، وطبعا السلع الاستيراد والتصدير أيضا هنالك طرق وقائية يجب أن تتخذها الجهات المختصة يعني في كل ميناء.